اللهم وما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك، فاجعلنا نمسي وأنت عنا راض يا الله. ومن كان ممن يجالسنا أو يتصل بنا أو في بيوتنا جنديا لغيرك فيما مضى فاجعله يمسي ويصبح في جندك يا الله يا الله يا الله. الكريم تسألون والرحيم تدعون والمنان تطلبون يا الله.